Arrière-plan. البارح دي فيديو في لي غراند سيرفاس الناس تتضارب يتضاربوا على الخبز. مش كان في الفضاءات التجارية الكبيرة، حتى في الحوم الشعبية، يعني نعيشوا في وسط حوم شعبية قدام الكوش، سواء كانت المخابز اللي هي مختصة في صناعة الخبز أو الغير مصنفة كما نقولوا احنا تقريبا، والظاهرة اللافتة أنه الصفوف طويلة والناس تنتظر في دورها باش ياخو باقيات، ياخو خبزة زوز ثلاثة، كل واحد كيفاش، معناها مسألة استهلاك. ولكن هناك أزمة حقيقية ينضاف إليها أزمة السميد والفرينة الغير موجودة، يعني سواء كان في العطريات أو في بعض الفضاءات التجارية. يعيد طرح السؤال، شنية الحقيقة من هذا؟ هل هناك مشكل في علاقة بالتزود؟ هل أنه معناها الحمولات اللي جينا من الخارج من القمح ومعناها مشتقاته شوية وما هيش كافية السوق؟ وزارة التجارة تكلمت في مدة سابقة أنه لدينا ما يكفي من الاحتياطات تقريبا إلى غاية ماي. ثم تخرج السيدة الوزيرة نهار الاثنين في الإذاعة الوطنية وتحكي معناها إجابة على تشكيات المواطنين في علاقة بفقدان مادة الخبز، تقول أنه تونس تنتج 8 مليون خبزة، في 900 ألف يمشيوا معناها يتلفون هكذا، تعرف ناس تاخذ خبز بزيت موجود هذا في تقاليدنا، وموجود كذلك في تقاليدنا اتلاف هذه المادة، وبعد يخرجوها البرة ثم ناس يجمعوها يعطيوها أعلاف للحيوانات. تقول أنه السعر الحقيقي للخبزة اللي هو السعر الحقيقي بدون الدعم 690 مليم، بينما هي تتباع في السوق 230 مليم. تقول كذلك الباقيت سعرها الحقيقي بين 420-450 مليم، بينما هي تتباع 190. هذا رو ذكرنا بموضوع كبير وكبير، علاقة التونسي بالخبز. واحنا نعرف في ثمانينات القرن الماضي ثورة الخبز، يعني تعرف هذه الثورة على اثر معناها الترفيع في سعرها وقتها، فجأة تقريب زادت 100 ولا 150 مليم فجأة، وقامت القيامة ومعروفة الخميس الأسود وتلك الانتفاضة وخروج الزعيم بورقيبة وقت اللي قال نرجع ونكنا، وقال هو وقتها أنه الخبز حشاكم يطيش للبقر وغيرها. كما تحدث السيدة وزير التجارة عن 900 معناها ألف خبزة، ورقم معروف مش جديد، والرقم هذا موجود وواقع، ولكن واقع، ولكن هذا فيه مسؤولية للمواطن، ولكن المسؤولية الكبرى لقضية الدولة في علاقة بموضوع الدعم، لأنه زاد التصريح الحقيقة أربك الناس. هل هناك نوايا لإقرار السعر الحقيقي للخبز والتخلي الفعلي عن الدعم؟ سؤال آخر يقول لك كأنه قاعدين نتخلاو عن الدعم بطريقة أخرى وذكية، أنه يولي معاش موجود خبز في السوق وكأنك ماكش تدعم فيه، إذا كان أنت تدعم فيه وتضع له الموارد متاعه ولكن هو في المقابل غير موجود، كأنك ناحية الدعم. ولا حديث كذلك لدى المواطنين عن حجم الباقات وحجم الخبزة اللي بالعين المجردة تلاحظ تراجعها فعلا على مستوى الوزن، ولكن مش كل مواطن مش ياخذ باقيات ولا خبز ويمشي يوزنها يثبت في وضعيتها من عدمها. المحصلة أنه التوانسة بعد الخبزة المرة في مستوى العمل، ولات الخبزة هي نفسها اللي بيشيخوها متعبة، تعرف أنك تمشي الكوشة يقولك احنا عندنا دوريتين لخرج الخبز، ما كانش في تقاليدنا، يعني تجي عند الأول أو الأربعة متاع العشية، ثم كوش ولا تسكر تقريبا الأربعة متاع العشية، يقولك ما عندي السلعة. أي ما فمن يقولك مش في الحوم الكل، خاطر دوا مثلا نعلو يكتبنا يقول يزيوم التمويل في العوينة البارح في نفس الشارع، المخابز الكل مليانة، مشيت شريت الخبز ما عندي حتى مشكل. صح لي هو دبرها موجود، وحنا ما نحكيو زادانا نقولك في الحريرية وفي لا هذا نعيش احنا مش نهاولو اي موجود هذا، اما قلو دور لوج على باقيت في العوينة بعد 8 متاع الليل مثلا، لا مش حتى بعد 8 متاع الليل، نتحدث عن اشياء نعيشوها وعشتها انا وعيشها كثير من اولاد الحومة اللي موجودين، انه الخبز بالصف هذا واقع وموجود، ما فيه حتى موضوع متاع تهويل ولا غيره، وبإقرار يعني الناس اللي تابعوا في الأوضاع وقت اللي تقول حجز الأسبوع الماضي مواد استهلاكية في حدود 7.5 مليون دينار، وقع في غار ديما وهي عينة حجز 86 قنطار من الفرينة المدعمة في مستودع تابع لمخبزة غير مدعمة، وقت اللي تقول أنه هناك تهريب كبير ياسر على مستوى مادة السميد والفرينة
السفرينة لبعض دول الجوار وقت اللي تقول أنهم هما أنفسهم جماعة المخابز غير مصنفة يشتكيوا من أوضاعهم ويهدوا حتى بقطع العمل نظرا للصعوبات في علاقة بهذا، تعرف أنه ثمة مشكلة. ممكن مواطن مشى في توقيت ولا غيره، ولكن ثمة مشكلة في هذا الجانب بإقرار الدولة نفسها. حان الوقت لحل هذه المعضلة على جهة موضوع الدعم، على جهة توفير المادة الأساسية والأولية، على جهة كذلك إذا كان ثمة إتلاف ولا غيره يلزم أن نلقاو صيغة وحل معه. ولكن أعتقد موضوع الخبز موضوع أكثر من حيوي لدى المواطن التونسي، نعرفوه هذا. كل شيء ممكن نتنازلوا عليه إلا الخبز، تقريب هو المادة الأساسية في الغذاء عند التونسي واللي هي مقدور عليها يعني. أي طبعا هذا هو مسؤولية الدولة ملول من اللي حكي خليفة. خليفة ما قالش زادة راهو خليفة التوعية راهو لما حالها نهار راح نحن مخر نحكي في الحكاية. أما التوعية للمواطنين على استهلاك الخبز عمري ما ريت حملة معناها هكا فعلية على الموضوع هذا. بخلاف عمري ما ريت حملة توري أنه الدولة قديش حملة كبيرة. الناس كل تفهم أنه كي تاخذ زوز باجيت راك عبارة طيشت نص دينار ولا قديش في الخبراء أنفسهم عندهم سنين كانوا يتحدثوا الباجيت 190 كان من الممكن جعله 200 10 مليم اللي هما ما عمره ما يخوهم المواطن اللي يستهلك. كان ممكن هذاك يتصب بالتدريج في علاقة بموضوع الدعم. يعني كان من الممكن كي تقول نعمل 8 مليون معناها خبزة في النهار، العشرة مليمات هذوكم اللي أنا متأكد ما حتى واحد فينا ما قاعد يرجع به. كان ممكن هذاك تدريجي مزيت بالدولة العشرة مليمات ولكن هي في السعر كل 190 مليم مثلا الباقات تدوروا مازلت تراها تدوروا. انت عندك توا 10 فرنك في مكتوبك. اي ما عنديش. تعرفوا لي حتى ال 50 مليم قاعده تنقص بشويه بشويه بالتدريج. اي دوروا دوروا معناتها الصرف اللي عندنا ديما تلقى 100 و200 او خليه واحده على مسابقه من المسابقات دوروا 5 مليم يقول لي عنده 5 مليم يربح. ما تفهم شكون يلموا فيهم اليوم يعملوا في كوك فيهم دوروا فيهم 10 فرنك حتى 20 مليم 10 مليم انا دوروا هذاك يهزوا فيه لي زيتيديون اللي يخرجوا لبرا خاطر يخدم في لي ديستريبيتور. لا لا خاطر يخدم في لي ديستريبيتور في الاوروبا. ايوا هاو دخلنا هذه من تبعات نسبة الارتفاع نسبة التضخم. أي. وقت اللي تطلع دونك الفلوس ما عادش عندها قيمه خاصه. شنو حويلك يا نيجي؟ الحمد لله سافا نيجي سافا نيجي ما عندهمش مشكل في الكوش. هو من الاحياء اللي في العوينه موجود ياكلوا الجاتو ما ياكلوش يعديوا بالجاتو ياكل جلبان الجاتو يخلي. هو نيجي كان في حومتي ونقل كيف نكبر هنا شويه هكا يولي عندي شويه فلوس تنقل بعد هذاك ونقل غدا. هو كي تجي تشوف الصوره انه نيجي نقل جاب حذايا ما نشوف انا قربت المحمود صاحبي قرب المحمود شوف محمود. نرجعوا للخبز يا جماعه نرجعوا للخبز. الخبز يلزم فيه الدعم يا خليفه. الدعم توا اللي ماشي في الخبز اليوم بالرغم اللي فما ازمه اسكو الماتير المدعمة الفارينة والسميد المدعمين هذو مش نحكي على الخبز في حد ذاته اسكو الدولة تتبع فيهم 100% الأصل من اللي يخرج لا أنت تحكي على الأصل من اللي يخرج السميد من اللي يخرج السميد الدولة تعرفوا لوين ماشي بالضبط مبدأ اسمع مبدئين تعرفوا على ورقة غير متحكمة فيها على خاطر فما مراقبة اقتصادية وتقريبا بشكل دوري يهبطوا يثبتوا خاصة مع الفورنيسور مع المخابز والمطاحن هذا مهم معنا خاصة الزوز أطراف هذوما معنا المخابز والمطاحن. أما راهو فما جزء كبير راهو من الفرين المدعمة يعني ينحرفوا فيه يحولوا له الوجه بمسألة متاعه. توجيه الدعم إلى مستحقيه. يعني أنت الباقيات تحتاج لها مثلا 190 مليم من ممكن تاكلها في ريستوران تكلف دينار خاطر في الريستوران تتكلف مع الوجبة ككل بينما هي الأصل فيه 190 مليم. ممكن تلقى له صيغة تقول المطاعم النزول لغيرها كياخذوا الخبز بسعر مختلف عن يخوه المواطن مع الكوشة. ما يثمى صيغ كثيرة في هذا الجانب. إلى اليوم الدولة تعجز عن إيجاد حل من هذا القبيل نقشوا فيها 10 سنوات في الموضوع. ما هوش حاجة كبيرة راهو الدعم نسبة الدعم المخصصة اللي ماشية الخبز لا نحكيو على تصورت انه حاجه كبيره لا نحكيو على القفه ككل مش كبير في الزيت نتاع نحكي على البار على يعني باي الخبز مش كبير باي الخبز من الدعم الكل من الدعم الكل ما مش كبير ما يمثلش حاجه كبيره توا باش تطيح في الفخ المشكل الكبير انت لهناك تقول هكا باش تطيح في الفخ اللي طاحوا فيه الحكومات واللي حكموا في تونس في العشرين سنه اللي فاتت باش مش العشرين توا الخبز باش يتكلف الخبز صومه باش يزيد فوا تروا واكثر
كان نقعدوا بنفس السوم نتاع الخبز اللي هو اليوم وبنفس الدعم باش نحافظوا مثلا على سوم الباجيت 200 فرنك ولا 190 فرنك، الدعم اللي تحكي عليه انت اللي هو بارتي صغير باش يضرب فيه 3 ولا 4 شو يتكلف على الدولة 3 مرات شو اللي يتكلف على الدولة 3 ويمكن أكثر. إذا كان الوزير تقول لك الخبزة تكلف ب 640 ملي باش تولي تكلف فوق الدينار.